بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مستقبل وطن. هذه الحلقه مشاهدينا الكرام نتناول فيها موقف التجمع اليمني للاصلاح من القضايا الوطنيه، ونتناول من خلالها ايضا زياره وفد من التجمع اليمني للاصلاح الاخير هذا الى صعده وردود الافعال، وكذلك مواقف كثيره للتجمع اليمني للاصلاح في مختلف النواحي وفي الوقت وفيما يتعلق بالوقت الراهن. ولمناقشه هذه المواضيع وغيرها يسرني ان استضيف هنا في الاستوديو الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للاصلاح الاستاذ سعيد شمسان المعمري، وهو رئيس الدائره السياسيه ايضا بالحزب. اهلا وسهلا بك استاذ سعيد. اهلا وسهلا بكم يا مرحبا، فرصه سعيده ان نلتقيكم في هذه اللحظات وفي هذه المرحله الدقيقه والحساسه. حفظك الله، ونحن سعيدين ايضا ان تكون معنا. استاذ سعيد، في البدايه يعني وشعبنا يعيش ذكرى او عيد 30 من نوفمبر، عيد الجلاء، وهناك فعاليات ايضا في الجنوب واحتشادات ومطالبه بفك الارتباط، ويعني قرانا ربما ايضا لكم تصريح اليوم تدينون اعتداء قوات الامن على مظاهرات الحراك السلمي، كيف تنظرون الى هذه الاحداث اليوم؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. واعتقد ان المرحله تستدعي من الجميع أن يحتشد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن. وحقيقة بداية نحن نرفع تهانينا إلى أبناء الشعب اليمني قاطبة ولإخواننا في المحافظة الجنوبية تحديدا بمناسبة ذكرى الاستقلال، ذكرى 30 من نوفمبر، ذكرى الجلاء المستعمر البريطاني عن الجزء الجنوبي من الوطن. وحقيقة نحن نؤيد كل الفعاليات السلمية التي تنفذ من قبل إخواننا في المحافظة الجنوبية، ومن حقهم أن يقوموا مثل هذه الفعاليات السلمية ويطالبوا بحقوقهم المنتقصة. وفرصة سعيدة أن نؤكد بأننا اليوم أعلننا موقفنا وتضامننا مع إخواننا في المحافظة الجنوبية في تلك الفعاليات، ورفضنا وأدلنا الانتهاكات والقمع التي قامت بها القوى الأمنية ضد الفعاليات السلمية، وطالبنا بتحقيق شفاف وعادل لما جرى وإعلان ذلك للرأي العام. أقول اليوم الجميع مطالب باحترام حقوق أخواننا في المحافظة الجنوبية، وبهذا الصدد نؤكد ونطالب مرة ثانية ونؤكد ذلك للدولة والحكومة والرئاسة بتنفيذ كل متطلبات إخواننا في المحافظة الجنوبية وتنفيذ مخرجات الحوار المتعلقة بالقضية الجنوبية من كل الزوايا ومن كل النواحي ومن كل الجوانب. هذه قضية مشروعة حقة ينبغي أن ندعمها وأن نقف إلى جانبها وأن نتضامن معها. هذه أعتقد دعوة صادقة ومسؤولة منا في التجمع اليمني للإصلاح للحكومة بأنه لا تباطؤ، نحذر من التباطؤ، من التلكؤ، من التأخر في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في كل ما يتعلق بالقضية الجنوبية. طيب، هناك من يتساءل هل تغير موقف التجمع العلمي للإصلاح من مطالبات أبناء الجنوب بتقرير مصيرهم؟ على الإطلاق، يعني حقيقة نحن كنا نقول بأنه إخواننا في المحافظة الجنوبية نالوا الكثير من خلال مؤتمر الحوار الوطني، وهذا من حقهم، وإحنا أعلنا مواقفنا بشكل صريح أن الحقوق السياسية والمطلبية لإخواننا في المحافظة الجنوبية حق مشروع ينبغي أن يدعموا في ذلك، ولذلك نحن أعلنا مواقفنا بكل صراحة في هذه القضية، وقلنا ولكننا في إطار الآن ما تم التوافق عليه في إطار الدولة الاتحادية من 6 أقاليم، هذا هو موقفنا. موقف الإصلاح من الوحدة هل تغير؟ على الإطلاق، نحن موقفنا من الوحدة، من الوحدة ثابت ولا يمكن أن يتغير تحت أي مبرر أو تحت أي دوافع مهما كانت هذه الدوافع. كيف نقرأ تصريحات إخواننا في الجنوب؟ على كل حال نحن نقدر لإخواننا ذلك الاجتهاد، أنهم لما رأوا المظلومية تتسع وعدم الاستجابة للمطالب وتنفيذ يعني كل القضايا المتعلقة يعني المحافظة الجنوبية وأبنائنا وإخواننا في المحافظة
المحافظة الجنوبية هي اتخذوا هذا الموقف ونحن لم يتم الإصلاح أمام الشعب الجنوب. لم يطالبوا تحديدا، لم يطالبوا بفك الارتباط، لم يطالبوا بالانفصال، طالبوا في قضية واحدة وجزئية واحدة وهي فك يعني قصدي تقرير المصير، حق تقرير المصير. وهذه قضية مطروحة للنقاش وإن شاء الله ما تم التوافق عليه من قبل اليمنيين والمكونات والأطراف السياسية في هذه النقطة بالذات تحديدا، إن شاء الله سبحانه وتعالى سنكون محل يعني نقاش وحوار. طيب لو يعني ندخل إلى القضية أيضا التي أثارت هذه الأيام يعني ردود أفعال واسعة، ونبدأها يعني من البداية وهي موضوع اللقاء الذي جمع قيادات من التجمع اليمني للإصلاح بعبد الملك الحوثي في صعدة قبل أيام. كان هذا اللقاء يعني مفاجئ عند الكثير من الناس، باعتقادك إيش حيثية هذا اللقاء؟ على كل حال نحن نقدر لكل الأشخاص والمكونات والأطراف التي تفاجأت بهذه الخطوة، لكن بالنسبة لنا لم تكن مفاجأة. نحن هناك كان تواصل وهناك لقاءات وهناك حوارات حول مختلف القضايا قبل مؤتمر الحوار الوطني وأثناء مؤتمر الحوار الوطني وبعد مؤتمر الحوار الوطني، واستمرت هذه التواصلات في هذا الجانب. فأنا أعتقد أنه نحن خطونا هذه الخطوة في الأول والأخير حرصا منا على يعني قصدي استقرار وأمن اليمن، من أجل إشاعة الطمأنينة وروح التفاؤل، لأننا وجدنا بعد دخول الجماعات الحوثي إلى صنعاء أن هناك حالة من الخوف والرعب قد طالت جميع الفئات والشرائح المجتمعية والمكونات السياسية بمختلف توجهاتها. فكان لابد من خطوة تزرع البسمة، تزرع الطمأنينة، تبث روح التفاؤل لدى أبناء اليمن قاطبة. هناك من يرى أنكم تأخرتم كثيرا في هذه الخطوة. قد يكون هذا صحيح، لكن أقول أن نحن نعتقد أنها جاءت بالوقت المناسب في تقديرنا، أنها جاءت في الوقت المناسب، لأنه يعني قبل ذلك كان لا يمكن أن تقبل من قبل القطاعات واسعة هذه الخطوة. ولكن أنا أعتقد ذلك البعض قرأها بأنها جاءت من موطن ضعف ربما للتجمع. نعم، لكن هذا الكلام أنا أعتقد ينبغي أن يعيد النظر أصحابه وأن يعيد النظر فيه، لأننا حقيقة أنهم انطلقنا من المصلحة الوطنية العليا أولا وانتهاء. بخصوص أيضا الزيارة ما هو المضمون الذي تم مناقشته في اللقاء؟ على كل حال المضمون كان واضح وشفاف، ونحن قد تحدثنا عنه بأكثر من وسيلة إعلامية وقناة إعلامية وعبر وسائل إعلام مختلفة، ونؤكدها اليوم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع قناة سهيل، بأن القضايا الرئيسية التي تم بحثها تمثلت يعني في التعاون بين الطرفين في بناء الدولة العادلة الضامنة القائمة على قيم الحرية والعدل والمساواة والحقوق والحريات. والنقطة الثانية كانت هي التعاون في محاربة الفساد. نريد أن نحارب الفساد حقيقة، نريد أن نحارب الفاسدين حقيقة، لا نريد أن نحارب بعض الشخصيات لحسابات ولتصفية حسابات، لا نريد فعلا محاربة للفساد بكل ما تحمل هذه الكلمة المعنى. وهذا مطلب جماهيري، مطلب شعبي، مطلب لكل المكونات، كل الأطراف وكل القوى والسياسية والاجتماعية. من الذي يقول أنه لا يريد أن يحارب الفساد؟ بالعكس، هذه قضية مجتمعية وهي قضية ملحة وضرورية. اليوم الدولة مطالبة بها، الحكومة مطالبة بها، الأحزاب مطالبة بها، الهيئات المعنية بالفساد ومحاربة الفساد ومكافحة الفساد معنية، ونريد أن نلمس أشياء عملية وأن تعلم هذه القضايا، قضايا الفساد، عبر وسائل الإعلام، عبر القضاء، عبر المحاكم، عبر النيابات، هذا ما نريده. محاربة الفساد محاربة جدية حقيقية وليست صورية شكلية. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة حقيقة هي قضية مجمع عليها. النقطة الثالثة تتعلق بما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وفي اتفاق السلم والشراكة، بمعنى قلنا كيف نتعاون من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري. هذه قضية صارت مجتمعية، ونحن حقيقة ينبغي أن نطمئن الناس أن لقاءاتنا جاءت في هذا السياق. صحيح أننا قلنا لابد من طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة
للتعاون للتآخي، وهذا ما يأمرنا به سبحانه وتعالى، وتعاون يعني على الذنب والعدوان. جاءت هذه الدعوة سريعة، خصوصا أنه البعض يتكلم عن دماء الشهداء التي لم تقف بعد، وبدأ الحوار مباشرة الخطوة التالية، كيف تقرأ أنت؟ على كل حال أنا أعتقد أنه موضوع المظلومين، موضوع الشهداء، موضوع هذه لا يمكن الإنسان أن يتجاوزها أو أن يتخلى عنها، هذا كلام غير مقبول إطلاقا جملة وتفصيلا. لكن نقول نحن اليوم أمام مشهد يعني قصدي ينبغي على العقلاء على يعني أن يتحلوا بالرشد وأن يتعاطوا بمسؤولية عالية ومسؤولية وطنية كبيرة بأن يعالجوا هذه الإشكالات. خلاص استوت الأحداث، حصل ما حصل، هل نقف عند هذه النقطة؟ ولذلك أنا أقول أنه أتساءل ألم يحن بعد أن 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 نوقف يعني نزيف الدم، دماء اليمنيين، أن نوقف الحروب، أن نوقف القتل، أن نوقف العبث، أن نوقف كل هذه التداعيات؟ ألا يكفي أن 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 نعيش آمنين مطمئنين، أن يستقر المجتمع اليمني، الشعب اليمني، أن تستقر الأوضاع؟ هذه مطالب أعتقد لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، لا يمكن أن يختلف عليها يعني عاقل، لا يمكن أن ينكرها عاقل. طيب. فأقول إحنا توجهاتنا هي كلها في هذا السياق وفي هذا الاتجاه. طيب اسمح لي أشرك الأستاذة وهبية صبرا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي. مرحبا أستاذة وهبية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا، حياك الله زميلتنا وهبية. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. لعلك أيضا تابعت جزء أثناء انتظارك على الهاتف من كلام الأستاذ سعيد، ولك أيضا رأيك الخاص فيما يتعلق ب يعني اللقاء الذي دار بين قيادات من التجمع اليمني للإصلاح وبين أيضا قائد يعني أو الأستاذ أو السيد عبد الملك الحوثي في هذا الإطار، رأيك أنت؟ والله أنا تابعت يعني بدقة ما تكلم به الأخ سعيد، وكلامه أثار شجوني وأثار شجون كثيرة لدي، وكنت أتمنى لو كنت معه بالاستديو لأناقشه في كثير من القضايا التي أثارها اليوم، وهي فعلا محل نقاش طويل وعميق. أنصار الله الآن قوة على الساحة ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها، ومن حق الإصلاح ومثله مثل بقية المكونات السياسية أن يتحاوروا مع أنصار الله، وخاصة ونحن نعرف الاحتراب والاقتتال والاختلاف المذهبي بين حزب الإصلاح وحزب وأنصار الله. من حقهم أن يتفقوا على قضايا معينة، من حقهم أن يلغوا الماضي، من حقهم أن يقتدوا عليه، لكن هذا لن يتم إلا بتحقيق قانون العدالة الانتقالية الذي وقف حزب الإصلاح مع المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار ضد هذا القانون، ولجأوا إلى المصالحة الوطنية بدون عدالة انتقالية. أتمنى أن يذكر الأخ سعيد هذا الذي حصل، لأنه لا يمكن القفز على الماضي أو طلف صفحة الماضي بدون تطبيق قانون العدالة الانتقالية. إذن ابقى معي، ابقى معي أستاذة وهبية، لأنه أشرت هذه النقطة وأنا أيضا كنت أدركتها من ضمن نقاط الحوار فنقلتيها إلينا، فنقلتينا إليها سريعا. اللي مسألة لي أنا لو سمحت لي أريد أن أتكلم قليلا. سأعود إليك. ستبقي معنا أيضا إلى سنأخذ نعطي معك أستاذ سعيد، يعني في مسألة العدالة الانتقالية أيضا، يعني الكل يتساءل برضه هنا على أنه مثل هذه الخطوات اللي تدفع نحو التصالح يعني ممكن أن تكون على حساب العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي تأتي بعدها، وأشارت الأستاذة إلى موقف الإصلاح من قانون العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار. على كل حال يعني أتمنى على الأخت وهبية أن تتابع ما تم الاتفاق عليه في إطار اللقاء المشترك على هذا الموضوع، وأن أصدرنا بلاغ وبيان بأنه نطالب الحكومة بسرعة إنجاز قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي تضمنتها المبادرة الخليجية. نحن موقفنا واضح، لم نتنازل عن هذا الأمر، بل بالعكس هذه قضية متفق عليها في المبادرة الخليجية وفي مخرجات الحوار الوطني أنه لابد من تنفيذ قانون العدالة الانتقالية، ونحن طالبنا ونحن جزء من المشترك طالبنا الحكومة بسرعة إصدار القانون العدالة الانتقالية وعلى جناح السرعة. لم تكفوا أنتم والمؤتمر ضد هذا؟ لا على الإطلاق.
على الإطلاق. نحن عندما نتكلم على المصالحة الوطنية في إطار أداء الانتقال، بمعنى أن المبادرة الخليجية هي قسمت هذه القضية إلى ثلاث مستويات: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقرار الطرف، ونحن معها ومتمسكين بها، وموقفنا في المشترك واحد من هذه القضية، ليس هناك تراجع أو تنازل عنها على الإطلاق. وعندما نتكلم عن مسألة المصالحة الوطنية يعني ليست بعيدة عن العدالة الانتقالية. أقول هذا موقف ثابت بالنسبة لنا في التجمع العمومي للإصلاح، موقفنا من موقف أحزاب اللقاء المشترك. إذن أشار الأستاذ إلى النقطة أيضا التي كان أيضا يتساءل عنها الكثير، أستاذ وهبية تفضلي. لا هذا مش صحيح. في الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني كان محطة فارقة ومهمة في تاريخ الإنسان اليمني، وما حصل في الحوار الوطني يختلف عما يقوله الأخ سعيد تماما. أحيانا يقول الإصلاح في المشترك شيء ويقول في أماكن أخرى كلام آخر، وهذا شيء يعني ما احنا متعودين عليه في قضايا كثيرة. أما في الحوار الوطني فالكل يعرف موقف الإصلاح ومع من أصف. بس ما أريد أن أقوله إن الاتفاق بين الإصلاح وأنصار الله احنا نباركه، وأي اتفاق يؤدي إلى إزالة الاقتتال، إزالة الاحتراب، إلى نشر الطمأنينة، إلى نشر الأمن في اليمن، نحن معه. بس التحفظنا الوحيد أن لا يكون هذه اللقاءات ثنائية، أن لا تكون في غرف مغلقة، أن لا تكون مع فريق ضد فريق آخر. نحن نريده حوارا شفافا وطنيا معلنا تحضره كل وسائل الإعلام، تشارك فيه كل القوى الوطنية، حتى يكون الجميع شركاء في وضع الاستراتيجيات، وشركاء في التنفيذ، وشركاء في المرافقة. يعني أنت كونك يا أستاذة وهبية مثلا الآن عضوة في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، وأنتم أيضا تؤيدون وتباركون هذا الخطوة، مستعدون أيضا أن تكونوا ضمن هذا الحوار؟ شوف أنصار الله مدوا أيديهم لكل الأحزاب ولكل التكتلات، والكل جلس مع أنصار الله. مش الإصلاح فقط، الكل جلس مع أنصار الله، والكل تحاور مع أنصار الله، والكل يعني تكلم معهم في قضايا كثيرة وقضايا مهمة. لكن خطورة الموضوع يعني إنه كل الأحزاب لم تصل إلى المستوى في الحوار الذي وصل إليه أنصار الله أنا أقول والمتمثل بماذا؟ السلام عليكم. طيب أنا سأسمح لك على عيني ورأسي، بس أنت أشرتي إلى مستوى معين، أي مستوى وصل إليه الحوار؟ اللقاء احنا كان لقاءاتنا عادية مع ناس يعني يمثلوا مكتب سياسي او يمثلوا يعني درجة معينة من مستوياتهم الحزبية او الطائفية، لا اعرف ماذا يسمون انفسهم الى الان، لانه الى الان لم ينشأوا حزبا سياسيا نستطيع ان نتحاور معه. لكن بالنسبة للإصلاح هم نظروا الى قاعدة وقاعدة السيد عبد الملك الحوثي وتحاوروا معه، وهذا يعتبر يعني قمة الحوار بالنسبة لهم. لكن بالنسبة لنا هي حوارات عادية، حوارات حول يعني حول قضايا الفساد، حول قضايا الشراكة الوطنية، يعني بالنسبة لقضايا الفساد، الفساد نحن كل مش الأحزاب والمكونات، الشعب اليمني كله ضد الفساد، والشعب اليمني كله يعاني من الفساد. ليس الإصلاح وأنصار الله الوحيدين الذي يقفون ضد الفساد، لا، الإصلاح كان شريك في السلطة وشريك لفترة طويلة جدا. ماذا عمل للمواطن اليمني ضد الفساد؟ ما هو موقفه الآن من قضية؟ ابقي معي أستاذ وهبية، المعذرة، ابقي معي. أيضا أريد أن أترك مساحة للأستاذ سعيد شمسان أيضا ليرد على هذا التساؤل. أيضا أستاذ وهبية تثير كثير من الأسئلة اللي إذا كنا قد عديتها، من ضمنها إشراك بقية القوى السياسية في مثل هذه الحوار. إجمالا أتوافق تماما مع الأخت وهبية فيما طرحت وما ذهب إليه، ونحن حقيقة نقدر لإخواننا في الحزب الاشتراكي مواقفهم الحريصة، وأكثر من دفعنا للقاء بأنصار الله هو إخواننا في الحزب الاشتراكي، وتحديدا الدكتور ياسين كان يعتقد أنه اللقاء مع أنصار الله من قبل الإصلاح سيخدم العملية السياسية، سيخدم التسوية السياسية، سيخدم التقارب والشراكة والتوافق بين أطراف العملية السياسية. بل ينبغي أن تعلم الأخت وهبية، نحن شكلنا فريق من المشترك للقاء بأنصار الله. يعني عندنا الآن
فريق، شكلنا لجنة، شكلنا يعني قصدي مجموعة من المشترك للقاء بأنصار الله. والحزب الاشتراكي التقى كما قالت مع أنصار الله في صنعاء، واتحاد القوى الشعبية التقى بهم، والبعث التقى بهم، والوحدة والناصر التقى بهم. لا ضيع في ذلك، يعني بالعكس نحن نؤيد مثل هذه اللقاءات. أهم شيء أن تصب هذه اللقاءات جميعها في المصلحة الوطنية العليا. وأعتقد أنه حتى هذا اللقاء الذي تم بيننا وبين أخواننا في أنصار الله في قصدي في الآونة الأخيرة، المرحلة الأخيرة، كله يندرج ويأتي في سياق الإجماع الوطني. حتى القضايا، ما الذي يحدد هذه القضية؟ حتى القضايا التي أشرت لها في مقدمة البرنامج كلها مجمع عليها من قبل الأطراف. ما الذي يعني يدل أو يؤكد على أن هذا اللقاء يأتي في سياق القضايا الوطنية أو الإجماع الوطني أو عكس ذلك؟ القضايا المطروحة تنفيذ مخرجات الحوار، ما الذي يرفض ذلك؟ من يعارض ذلك؟ كل المكونات والأطراف السياسية تؤيد ذلك، اتفاق السلم والشراكة لا كلها مؤيدة ذلك. أكثر من ذلك أن الجميع موقعون على تلك المخرجات وموقعون على اتفاق السلم والشراكة. إذن القضية قصدي يعني معروفة ومعلومة وظاهرة وبينة للعيان للجميع. أقول نحن اليوم فقط ألزمنا أنفسنا أدبيا وأخلاقيا نحن أخواننا في أنصار الله أنه أن نكون قدوة، نعطي من أنفسنا قدوة للالتزام وتنفيذ ما تم التوافق أو التوقع عليه من قبل الأطراف والمكونات السياسية، سواء فيما يتعلق مخرجات الحوار الوطني أو فيما يتعلق باتفاق السلم والشراكة. طيب أستاذ وهبية، يعني ربما كثير من القيادات الحزبية والأحزاب السياسية حتى باركت مثل هذه الخطوة وقالت أنها خطوة نحو الأمام، والبعض بالمقابل ايضا يتخوف من مثل هذه الخطوه. مبررات الذين يتخوفون؟ لا، احنا في يعني احنا جميعا نبارك اي تقارب، خاصه ان الاصلاح وانصار الله حزبان لهم بيت الخلاف المذهبي، والخلاف المذهبي من اخطر انواع الخلافات المذهبيه على مستوى الوطن. نحن لا نريد ان نكون العراق ولا نريد ان نكون البحرين، نحن نريد من انصار الله ومن حزب الاصلاح أن يشكلوا ظاهرة مختلفة وأن يكونوا قدوة لبقية الأحزاب الشيعية والسنية لكن لي تساؤل، هل هذا الاتفاق سيشمل أي نجم القاعدة وأنصار الشريعة من العملية الانتحارية مما يعنف وينف في الشارع، أن سيكون لقاء أو اتفاقا سياسيا فقط بين الإصلاح وأنصار الله؟ هناك هنا فمن يتهم ان هذه ان انصار الشريعه والقاعده هي فروع من حزب الاصلاح صديق بن صراحه، هل سيكون هناك حوار شفاف وجدي بين الاصلاح وبين هذه الازرق وبين هذه الجهات المقاتله حتى ينتشر فعلا الامن والسكينه على مستوى الشارع؟ الموضوع الثاني، سؤالك واحده استاذ وهبي، اعلن اذا انت باقيه معنا. الموضوع الثاني بالنسبة لو كان الجميع كما قال الأخ سعيد، الجميع كان متمسك بالحوار الوطني، لو كان الكل متمسك بالحوار الوطني أين ذهب الحوار الوطني 6 أشهر؟ لو كانت كل الأحزاب فعلا مصرة على أن مخرجات الحوار منظمة ويجب أن ترى النور ولا تدخل الأدراج، هل كنا سائلين لاتفاق السلم والشراكة إذا كانت مخرجات الحوار طبقت وكانت ثابتة على في الوطن وعلى كل شيء؟ هناك في خلل، وهذا ما جعل أنصار الله يدخلون في 21 سبتمبر إلى صنعاء ويفعلوا ما يفعلونه الآن. شكرا لك أستاذة وهبية صبرا، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي. أيضا وضعت العديد من التساؤلات، نترك أيضا مساحة للأستاذ اللي يجيب عليها. مسألة يعني التخوفات اللي تطرح بأنه هل سيتوسع هذا التصالح اليوم مع جماعة مثلا مسلحة إلى الجماعات المسلحة الأخرى وصاحبة الفكر الأيديولوجي المتطرف الآخر مثل القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها؟ على كل حال أنا أعتقد أنه كل القضايا يجب أن تطرح على بساط الباحث وبشكل شفاف، وأن يشارك فيها جميع الأطراف، ليس فقط القضية هذه معني بها الإصلاح وأنصار الله، لا، في قضايا كبيرة ينبغي أن يطلع بها الجميع.
بدون استثناء، وفي مقدمتهم الدولة، وفي مقدمتهم الحكومة، لأن هذه واجبات الحكومة وواجبات الدولة أن تطلع بهذه المسؤوليات. ولذلك نحن دعونا من وقت مبكر، نحن نرفض الميليشيات المسلحة، نرفض وسائلها، استخدامها للعنف بالتعبير، للفرض الأفكار على الخصوم، يعني أفكار سياسية. لماذا تريد أن تفرضها بالقوة؟ هذه مرفوضة، المبدأ هذا مرفوض، وهذا ما يعني ذهبنا إليه في مؤتمر الحوار الوطني. قلنا لا بد من أن تعالج القضايا كلها في إطارها السلمي، من حق كل طرف أن يتخذ كل الوسائل السلمية في التعبير عن آرائه، عن أفكاره، عن مطالبه، عن تصوراته، عن إلى آخر. فأنا أقول أنه أنا أتوافق مع الأخت أيضا وهبية مرة ثانية، أنه مثل هذه القضايا ينبغي أن تناقش على طاولة الحوار والبحث من قبل جميع الأطراف دون استثناء. وهذه القضايا ليست معني بها طرف ولا طرفان، هذه قضايا كبرى، قضايا وطنية، ينبغي أن نشارك فيها الجميع. بخصوص أنه أين ذهب الحوار الوطني ستة أشهر لم يتم تنفيذه؟ على كل حال أنا كنت أتمنى من الأخت وهبية أن تكون مواكبة معنا وأعلنها للرأي العام. نحن حقيقة تعاملنا مع هذه القضية بمسؤولية عالية، ووجهنا رسائل إلى الأخ رئيس الجمهورية وإلى حكومة الوفاق الوطني، وأيضا حررنا الآن رسائل إلى رئيس الحكومة الأخ محفوظ بحاح، والحكومة أيضا، في أن نريد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وعلى سبيل المثال قلنا لا بد أن يتم إعادة النظر في تشكيل، وهذا ما حررناه برسالتنا لرئيس الجمهورية، لا بد من إعادة النظر في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإعادة الدستور، وأن تبدأ بعملها فورا دون إبطاء، دون تأخير، على أن يشارك فيها الحراك الجنوبي السلمي، وأن يشارك فيها إخوان الحوثيين. هذا ما طالبنا به في رسالتنا، ونحن مصممون ومتابعون هذه القضية حتى يتم. ونحن عندنا الآن وعود من الأخ رئيس الجمهورية أن ستتم هذه الخطوة خلال الأيام القادمة، ونحن نعذر من التأخر فيها، لأنه أي تأخير في تنفيذ هذه المخرجات، أنا مع الأخت وهبية، أنها تسبب كثير من الاحتقانات وكثير من اللغط وخلط الأوراق، ويعني تشعر كل الأطراف والآخرون يشعرون ما فيش جدية، ما فيش رغبة، ما فيش إرادة. ولذلك نحن نحذر من أي من تأخير أي خطوة في هذا الباب. ولذلك نحن نقول كذلك اتفاق السلم والشراكة، ينبغي أن تكون هناك إجراءات وآليات للتنفيذ الفوري دون إبطاء ودون انتقاء. هذا ما ندعو إليه وما سنعمل عنه. ونحن طبعا اتفقنا على برنامج في اللقاء المشترك حول هذه القضايا، وعملنا مصفوفة، ونحن الآن نتابعها مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ومع الحكومة مجتمعة. بخصوص الزيارة الأخيرة اللي عدنا إليها إلى يعني صعدة، وأيضا اتفاق السلم والشراكة، هناك من يتخوف أن يصبح الإصلاح راضيا عن الوضع الحالي من سيطرة اللجان الشعبية كما يسميها الحوثي على المحافظات، ويمضي قدما ويترك هذه المسألة الواقعة يعني شيء استثنائي. ينبغي أن يكون معلوم لدى الجميع أننا غير راضون عن ما يجري وعن ما جرى وما يجري في هذا الاتجاه، ولم نقبل به، لأننا نقول نحن الآن مطالبون بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة. اتفاق السلم والشراكة محدد ببنوده، بآلياته، بأزمنته، الخطوة الأولى تشكل الحكومة، ثم بعد ذلك تخرج الميليشيات المسلحة من أمانة العاصمة، تتوقف قصدي التوسعات في المحافظة الأخرى، تتوقف تعود التطبيع وهذا الملحق الأمني والعسكري، وضح ذلك بشكل جلي، أن يتم إعادة التطبيع قصدي لمحافظة عمران، التوقف الحرب مباشرة في الجوف ومارب، هذه كلها مطروحة في اتفاق السلم والشراكة. معقول أن الناس يتجاوزون ذلك أو يتغاضون عنها أو يعني قصدي يتجاوزوها؟ مستحيل. نحن نقول بالعكس، نحن الآن نطالب أخوان الحوثيين أن يكونوا هم القدوة في ذلك بالالتزام بما ورد في اتفاق السلم والشراكة ومن حقه الأمن والعسكري، ونحن أيضا ملزمون في ذلك. في خصوص هذا اللقاء والتقارب إن صح التعبير مع جماعة الحوثي من قبل الإصلاح، أيضا هناك من يخشى أن يكون هذا التقارب على حساب اللقاء المشترك والتحالف القائم الذي يمتد عبر سنين. أعتقد أنا أشرت في كلام سابق
انه المشترك شكلنا لجنة وفريق للحوار مع اخوان الحوثيين. لا خوف من ذلك، لا خوف من ذلك. المشترك هو من كان عامل مساعد في هذا التقارب وفي هذه اللقاءات بيننا وبين إخواننا الحوثيين. يعني إذا نحن جزء من المشترك ابتداء وانتهاء، ولا نخطو خطوة دون التشاور، بل بالعكس كانوا هم أول لهم علم، المشترك أول من أبلغناهم بهذه الزيارة وهذا اللقاء وباركوه وأيدوا. ايضا الاستاذ عبد الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف بارك هذه الخطوه وعدها خطوه نحو الامام. صحيفه اليمن اليوم انزلت منشور وطالبت بالخطوه التاليه مشيره الى التصالح مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كيف تنظرون؟ على كل حال نحن حقيقه نقدر لهم هذا الموقف ونعتبره انه ياتي بالاتجاه الصحيح. يعني لا اعتقد ان احد يرفض أي تقارب بين 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 أي طرفين أو أطراف في العملية السياسية ما دام أن المؤدى والغرض هو المصلحة الوطنية العليا. إذن نحن دعونا كل الأطراف أن تبارك وأن تؤيد هذا اللقاء، وأن ونحن إن شاء الله سنكون شفافين إلى أقصى درجة الشفافية فيما نقدم عليه وفيما نتخذه نحن أخوان الحاثين، وسنعلن ذلك كما طالبتنا بذلك الأخت وهبية. سنعلن كل خطوة بإذن الله سبحانه وتعالى عبر وسائل الإعلام. من أنصار التجمع اليمني للإصلاح وأعضائه ومحبين، من لم يبارك هذه الخطوة، خطوة التقارب مع الحوثي أو حتى التي تشير إليها التقارب مع علي صالح؟ هذه أيضا سؤال سأطرحه بعد الفاصل إن شاء الله اسمح لي. مشاهدي الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود نستكمل حوارنا مع الأستاذ سعيد شمسان الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم في برنامج مستقبل الوطن لنتناقش مع الأستاذ سعيد شمسان الناطق الرسمي باسم اللقاء باسم التجمع اليمني للإصلاح حول زيارتهم الأخيرة أو زيارة وفد من التجمع اليمني للإصلاح إلى صعدة وردود الأفعال أيضا وتداعيات هذا الموقف. وقد الترحيب بك أستاذ سعيد. في موضوع ردود الأفعال، لو يعني ميزنا بين ردود أفعال داخلية تخص الحزب وردود أفعال خارجية تخص الحراك السياسي المجتمعي، وبدأنا بخصوص ردود الأفعال السياسية. بلا شك أنه كثير من الأعضاء أعضاء التجمع اليمني للإصلاح لم يكونوا يعلموا بخطوات قد سبقت لهذه الخطوة وتفاجأوا فيها، وأيضا هناك من سواء قيادات أو أعضاء لم يباركوا هذه الخطوة. على كل حال أنا أعتقد ما سمعناه من انتقادات وملاحظات ومن آراء حول الزيارة من قبل أعضائنا وقياداتنا في التجمع اليمني للإصلاح بشقيها، نحن حقاً نفتخر بها، نفتخر بها ونعتبرها وسام على رأس التجمع اليمني للإصلاح. تفتخروا بالنقد الموجه لكم؟ يعني نفتخر بهذه الحالة، بهذه الحالة الراقية، أنه هناك يعني ليس هناك موافقة مطلقة وتبعية مطلقة بدون وعي بدون إدراك. فهذه الملاحظات نحن حقيقة نقيمها باتجاهها الصحيح. مع ذلك نقول صحيح أنه يعني معظم هذه الانتقادات ناتجة ونابعة من عدم معرفة بكل تفاصيل المشهد والعلاقة والتواصل مع إخواننا الحوثيين. ما الذي يمكن أن تضيفوه في هذا حتى تبينوا هذه الصورة؟ حقيقة رغم أننا نقدر كل يعني قضية الملاحظات الإيجابية والتي أيدت وباركت الخطوة واللقاء والنتائج التي ترتبت عليه، لكننا حقيقة نحن نعطي الجانب الآخر خاصة الانتقادات السلبية أهمية خاصة من التحليل ومن التقييم ومن الأخذ بعين الاعتبار بكل ما وردت في تلك الملاحظات. أنا أقول هذا إجمالا، ومع ذلك نحن إن شاء الله سنوضح لقواعدنا ولأنصارنا خلفية هذا اللقاء ويعني قصدي والخطوات التالية له إن شاء الله سبحانه وتعالى، سيكون ذلك من خلال آليتنا التنظيمية.
أنتم ستوضحون فقط أم ممكن أيضا إذا كان هناك رفض من قبل أنصاركم ممكن تغيروا رأيكم؟ على كل حال نحن حقيقة سنخضع لمؤسساتنا، ما ستتخذ المؤسسات نحن إن شاء الله سنلتزم به جملة وتفصيلا. ردود الأفعال أيضا المحيطة بالحراك الداخلي بالنسبة للأحزاب والجماعات برضو أيضا كانت مختلفة، منهم من أيد ومنهم من بارك، كيف منهم من أيد ومنهم من رفض، كيف تقرأون هذه الردود؟ يعني حقيقة من خلال متابعاتي اسمح لي أن أقول أنه ليس هناك مكون أو طرف أو حزب انتقد هذه الخطوة، يعني كل المواقف الأحزاب المكونات الكذا كلها تأييد ومباركة لهذه الخطوة، بما فيهم كما تفضلت المؤتمر الشعبي العام. أما بقية الأحزاب شركائنا في المشترك كلهم مؤيدين هذه الخطوة، لم نطلع على موقف أنه ينتقد أو يعني قصدي يجعل أن هذه الخطوة في عين سلبية على الإطلاق. هناك من يتخوف أيضا بأن يعني يقع التجمع العالمي للإصلاح في محاذير حول هذه الخطوة، خصوصا ربما أنه تحالف أو تحاور مع جماعة تعدها دول الخليج جماعة إرهابية. على كل حال أنا أعتقد أن هذا الكلام يعني لا ينبغي أن يؤخذ بهذه الكيفية، بمعنى دول الخليج كلها مشاركة في الدول الراية العشر، دول الخليج كلها إن لم نقل يعني معظمها كلها مشاركة في دعم العملية السياسية. نحن والحوثيين كنا طرفان في الحوار الوطني. الدول الراعية العشر ما فيها دول الخليج كانت دائما مطلعة ومباركة ومؤيدة لكل ما المخرجات الحوار الوطني، بل وطالبت الأطراف كلها بما فيهم الإصلاح والحوثيين. يعني أي قضية أنا أعتقد أنه ينبغي أن تفهم في سياقها الصحيح. اليوم كل الأطراف باركت مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ونحن والحوثيين طرفان فيها، فلا أعتقد أن هذا الكلام صحيح وهو مردود على أصحابه. فإذا كان في هناك خصوصية في اللقاءات وتعزيز ما جاء في مخرجات الحوار الوطني أعتقد واتفاق السلم والشراكة، أعتقد على الجميع أن يباركوا هذه الخطوة. اسمح لي أن أشرك أيضا مع الدكتور كمال البعداني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور كمال. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا دكتور كمال كتبت على صفحتك في الفيسبوك عتب على التجمع اليمني للإصلاح، ما الذي تعتب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ليس عتب بالذهاب إلى يعني صعدة، في البداية أنا أرحب بك وبضيفك الأستاذ سعيد الشمسان، أهلا ضيفك الكريم في الاستديو. تفضل. الحقيقة أن أنا كتبت في صفحتي على الفيسبوك أنه عتاب للتجمع اليمني للإصلاح عن تأخر هذه الخطوة. لماذا تأخرت هذه الخطوة حتى هذه اللحظة؟ هناك من يقول ونشطاء كثيرين أو يعني من باب التساؤلات، هل كان يعني التأخير هذا بقصد التخلص من الجناح القبلي والجناح العسكري والجناح الديني في الإصلاح، ثم بعد ذلك يأتي دور السياسيين الذين يدعون إلى المدنية جاءت كخطوة متأخرة؟ ما أحوجنا لهذا الاتفاق من بدري، يعني من أجل حقن الدماء ومن أجل توفير أكبر قدر ممكن لهذا المجتمع من الأمن والاستقرار. الذهاب إلى صعدة أو التحاور أو الاتفاق مع جماعة الحوثي ومع جماعة أنصار الله ليست يعني أنها شيء منكر على الإطلاق، فمصير أي خلاف ومصير أي هو الاتفاق طالما وهذا الاتفاق يصب في مصلحة المجتمع اليمني. أنا استمعت إلى كلام الأستاذ سعيد يقول كل الأطراف باركت، ما كل الأطراف باركت اتفاق السلم والشراكة، وأنت تعلم ماذا حصل بعد اتفاق السلم والشراكة، وكل الأطراف غنت لاتفاق السلم والشراكة، ونعلم ما حصل بعد اتفاق السلم والشراكة. ثانيا تكلم ولو قاطعتك يا أستاذ دكتور كمال في موضوع ثانيا، أنا أريد أن أسمع أيضا تعليق الأستاذ سعيد وسأعود إليك في موضوع التخلص من الأجنحة التي أشرت إليها. هذا تساؤل يطلح بالشارع أكيد، أنت تنقل أيضاً مما يطرح. على كل حال أنا أعتقد حتى هذا التقسيم وهذا التوصيف نحن حقا لا نؤمن في التجمع العالمي للإصلاح، نحن كيان موحد ضم المكونات الاجتماعية والطلابية والأكاديمية والمشايخ والعلماء، وهذا التقسيم حقيقة أعتبره دخيل علينا.
ولانه يتناولوا كثير من الاخوه قصدي والسياسيين والمفكرين وهو تقسيم غير وارد بالنسبه لنا في التجمع اليمني للاصلاح. نحن اسمنا التجمع اليمني للاصلاح ابتداء وانتهاء، وليس نحن قسمنا التجمع المصري الأجنحة جناح سياسي وجناح قبلي وجناح عسكري، هذا الكلام غير صحيح وغير وارد على الأطلاق. وبغض النظر عن التسميات، يعني تأخركم في هذا الموضوع هل هو جاء بعد أن تم التخلص من الأطراف مثلا؟ لا، نحن حقيقة كان التواصل كما أشرت سابقا قائم ولم ينقطع على الإطلاق حتى أثناء الأحداث اقتحام صنعاء، لم يكن قصدي منقطع، كان التواصل قائم انه لابد ان تتوقف هذه الممارسات لابد، وكنا نطالب اخوان الحوثيين بذلك يعني خطوة خطوة. اقول ونحن حقيقة في هذا السياق يعني نحن كنا مع شركائنا في المشترك نناقش هذه القضايا خطوة خطوة، وأصدرنا بيانات مشتركة من اللقاء المشترك حول قضية عمران وحول قضية صنعاء وحول قضية الدوف من قبل وحول قضايا صعدة، دائما كنا شركاء مع زملائنا في اللقاء المشترك وكنا نتخذ مواقف موحدة وغير منفصلة. صحيح لنا مواقف ولنا بيانات لنا بلاغات لنا تصريحات وكانت مواقفنا معلنة وشفافة وواضحة من كل القضايا والأحداث التي دارت منذ أحداث صعدة والحروب الستة الأولى، وكان موقفنا واضح سواء في الإصلاح أو في اللقاء المشترك، رفضنا لتلك الحروب العبثية وكنا نعتقدها أن فعلا هي تصفية حسابات بين مراكز النفوذ والقوى اللي كانت في تلك المرحلة، وكنا نرفض ذلك. وأيضا شكلنا لجان لمعالجة كل القضايا والنتوءات اللي حصلت في الجوف وفي حقة وفي عمران وفي قصدي وفي صنعاء، وأنا أعتقد أن موقفنا في التجمع اليمني للإصلاح كان واضح. وأصدرتم بيان أستاذ سعيد وصفه البعض بأنه بيان ناري بخصوص الانتهاكات التي طالت مثلا علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وممتلكاتهم، لكن عيب على هذا البيان أنه جاء متأخر جدا. على كل حال يعني قصدي هذا هو محل الانتقاد ونحن نقدره ونحترمه، لكن طبعا لا شك أنه نحن نتخذ الموقف بناء على دراسات وبناء على نقاشات وبناء على في إطار للتجمع اليمني للإصلاح، والهيئات هي التي تصدر وهي التي تحدد الوقت الزمان يعني قصدي المناسب لصدور مثل هذه. صحيح قد يعيب علينا البعض أنها تتأخر، صحيح، لكن التأخير إيش أسبابه؟ هذا ما لا يعرفه الآخرون. يعني لماذا نحن نتأخر عن صدور عن اتخاذ هذا الموقف أو إصدار هذا البيان أو البلاغ أو إلى آخره؟ هذا الذي لا يعرفه الكثيرون، لأنه هذه قضية المؤسسات تأخذ دورتها وتأخذ رقاشاتها ثم تعلن موقفها المناسب بالوقت المناسب. تفضل يا دكتور كمال. نعم، أنا أشكر الأستاذ سعيد على هذا التوضيح. كما قلت لك يعني ليس أمام أبناء اليمن إلا التفاؤل من هذا الاتفاق، باعتبار الاتفاق يعني كما أشرت أنت وكما أشار ضيفك الكريم يخدم اليمن سواء من جانب التجمع اليمني للإصلاح أو من جانب الحوثيين أو مكون أنصار الله. السؤال الذي أيضا يطرحه المواطن، هل كان شعار الإصلاح في حواره مع الحوثي أنا رب إبلي ولليمن رب يحميها، أم كان التحدث بما ينبغي أن يكون داخل اليمن، بمعنى أصح ليس فقط حماية المقرات حق الإصلاح أو قيادات الإصلاح أو أعضاء الإصلاح، وإنما باعتبار الإصلاح حزب كبير وحزب عريض يمتد من شمال اليمن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ويدافع عن المواطن اليمني بغض النظر عن انتمائه وعن المؤسسات الدولة وما إلى ذلك من أشياء مكونات داخل المجتمع سواء مكونات يعني بشرية سياسية أما يعني مكونات زي ما تقول مادية كمؤسسة الدولة. الأستاذ سعيد أكثر في كلامه من نحن في المشترك، نحن في المشترك، نحن نعلم يقينا أن المشترك أو أعضاء المشترك لم يتحرك حزب منهم وأدان ما يحصل أو استنكر ما حصل لقيادات الإصلاح أو لبعض مؤسسات الإصلاح أو على الإطلاق، حتى أن الأستاذ محمد اليدومي انتقد هذا وأيضا الأستاذ زيد الشامي انتقدوا هذا الصمت من أحزاب اللقاء المشترك ابتداء من عمران إلى يومنا هذا، انتقدوا الصمت تجاه الأحزاب، بل أن بعض الأحزاب الذي منضوية تحت المشترك
تشن هجوم إعلامي على الإصلاح، يعني بغض النظر من يكون هو، يعني من أين يأتي الخلل، هل من هذا الإصلاح أم من هذا؟ إذا بل يا أستاذ دكتور كمال، هناك من قال أن الدولة حتى لم تشكل لجنة وساطة من ضمن الوساطات الماراثونية التي تقوم بها لحل مشاكل هذا الحزب، وبالتالي إذا قام هذا الحزب مثلا ورفع هذا الشعار الذي أشرت إليه، أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي، هل في ذلك عيب من وجهة نظرك؟ لا، أنا أقصد لك أنه اليمنيين أو اليمنيون بصفة عامة يعلقون أمل كبيرة على الحزب الإصلاح. وفي المناسبة أنت تعلم ويعلم ضيفك الكريم أني لا أنتمي إلى الإصلاح ولا أنتمي إلى المؤتمر ولا أي حزب، يعني أنا أتكلم كمواطن يمني. اليمنيين كثير جدا اليمنيين يعلقوا أمال على هذا الاتفاق، يعني بغض النظر عن مشاربهم السياسية وعن انتمائهم، يعني طالما أنه كما تفضل الأستاذ سعيد هو اسمه التجمع اليمني وليس يعني للإصلاح، يعني لليمنيين بالكامل، يعني يدافع عن مصالحهم وعن حقوقهم وما إلى ذلك. الخطوة الذي ينبغي أن تكون لكي تكتمل العملية أنا من وجهة نظري الآن الخطوة، اسمح لي أقف هنا سأعود إلى الخطوات التي ينبغي لكي تكتملها، لكن موضوع فعلا هل نزل التجمع اليمني إصلاح إلى صعدة التحاور على أعضائه المعتقلين ومقراته المنهوبة ومؤسساته المعتدى عليها، أم نزل من أجل قضية الوطن؟ شكري للدكتور كمال حقيقة، وأنا أتوافق معه في كثير من النقاط اللي طرحها، وأقول لا ضير أن الإصلاح يطالب بحقوقه المنتهكة، مقراته، بمنازل قياداته، مؤسساته. أعتقد هذه قضية مشروعة ومن حقنا أن نطالب بها، نطالب الحوثيين ونطالب الدولة ونطالب كل الأطراف أن تقف معنا في هذه المظلومية. نحن ظلمنا، نحن يعني قصدي انتهكت مقراتنا، انتهكت منازل قياداتنا، يعني أقول هذه قضية مشروعة، ما أعتقد أن أحد يمكن يعيب علينا ذلك. مع ذلك نحن هذه القضية اعتبرناها يعني ثانوية وجزئية في لقائنا مع عبد الملك الحوثي. نحن قلنا وأكدنا في البداية أنه إحنا طرحنا القضايا الوطنية، طرحنا الهم الوطني، طرحنا مصلحة الشعب، طرحنا مخرجات الحوار، طرحنا اتفاق السلم والشراكة، طرحنا بناء الدولة التي ينشدها جميع اليمنيين. يعني أعتقد أنه الأخ الدكتور كمال يؤيدني في ذلك، أن هذه مطالب وطنية ومصالح عليا نحن ما ذهبنا من أجلها لمناقشتها مع بالمقابل أيضا اعتباركم مثل هذه القضية بأن قضية ثانوية عند أنصاركم، يرى بأن هذا برضو يعني ألا يستحق أنصاركم مثلا عند أن تكون هذه القضايا قضايا مهمة جدا يستنفر من أجلها الحزب؟ بالضبط، ونحن مع ذلك، ولذلك نحن سلمنا كشف بكل هذه الانتهاكات والمستمرة حتى الآن، وطالبنا منهم موقف جاد وعملي لمعالجة هذه القضايا، وهذه من حقنا، وسنرفع صوتنا ومظلوميتنا بالصوت المليان بالصوت المرتفع في هذه القضايا. هذه قضايا مشروعة وحقوق لا يمكن أن نتنازل عنها أو أن نتغاضى عنها أو أن تكون هامشية، ستكون في محور نقاشاتنا في المرحلة القادمة. أشار الدكتور كمال إلى مسألة اللقاء المشترك، هل شعرتم بأنكم خذلتم إن صح التعبير من قبل بعض الأحزاب؟ كان هناك بعض التواطؤ لكن يعني قصدي أؤكد للأخ كمال أن هناك بيانات صدرت من اللقاء المشترك في أحداث عمران وفي أحداث صنعاء وانتهاكات مقرات الإصلاح وقياداته، كل هذا موجود، يعني صدرت بيانات واضحة من اللقاء المشترك تدين ذلك وتتهم جماعة الحوثي وتطالبها بسرعة معالجة هذه القضايا، ونحن نقدر لإخواننا وشركائنا في اللقاء المشترك لمواقفهم تلك. أنتم راضين عن مواقفهم؟ راضين عن مواقف، صحيح احنا يعني عاتبناهم في بعض القضايا لكن إجمالا نحن راضين. تفضل يا دكتور كمان. نعم أستاذ العزيز، طبعا أنا أتفق أيضا مع توضيح الأستاذ سعيد، وأنا لم أقل أنه ما ينبغي للإصلاح أن يتكلم عن ما تعرض له مظلومية في لقاء مع الحوثي، بل أيضا أنا قصدت في كلامي أنه أيضا التحدث عن الوطن بشكل عام بعد التحدث عن يعني كلا الأمران معا. وكنت أشرت إلى خطوة تالية أو تكملية. نعم الخطوة التالية، أقول لماذا التجمع اليمني للإصلاح لا يفتح صفحة جديدة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟ إذا كان فتحها الآن مع يعني أنصار الله ومع جماعة الحوثي بعد هذه الدماء وبعد المعارك وبعد الأشياء الكبيرة جدا، قياسا قد يقول رجل الشارع أن يعني علي عبد الله صالح لم يفعل بالإصلاح ما فعله الحوثي،
ومن ذلك، ومع ذلك ينبغي لهم أن يذهبوا إليه ويمد أيديهم، أو يعني يلتقوا مع بعض، يلتقوا مع بعض ويفتحوا صفحة جديدة. ما هو غير في ذلك؟ وماذا يعني يسب طالما أنه سيخدم اليمن ومن مصلحة اليمن أن يكون يعني أن 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 يتم هذا اللقاء؟ أنت دكتور ترى العملية السياسية في اليمن، أنت ترى أنه ربما يخدم اليمن، لكن هناك من يرى بأنه مثل هذه الآن إعادة التحالفات القديمة تعيد أيضا إنتاج الماضي. عفوا هذاك لو قلنا أنه ذهب إلى علي عبد الله صالح أو إلى الرئيس السابق دون التوجه إلى الحوثي، لكن إذا كان سيلتقي مع الحوثيين ثم مع علي عبد الله صالح الرئيس السابق علي عبد الله صالح ثم مع يعني لقاء مشترك بالكامل، إذا سيكون التحالف ضد من؟ ضد من؟ لا يوجد طرف آخر خارج اللعبة على الإطلاق. لن يستطيع الواحد أن يسميه تحالف طالما أنه الإصلاح قد مد يده إلى يعني عبد الملك الحوثي، إلى علي عبد الله صالح، اللقاء المشترك منضوي الإصلاح معه، إذا ليس هناك طرف آخر سيكون التحالف ضده على الإطلاق. وكيف يمكن الجمع بين التصالح هذا مع العدالة الانتقالية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني ويطالب بها الجميع؟ العدالة الانتقالية كما يعني نفهم هي كلمة مطاطة، وأنت تعلم أنه بالأخير إذا اتفقت الأطراف السياسية في البلد ويعني على خطوات معينة نحن من سيقرر العدالة الانتقالية. بالأخير العدالة الانتقالية مصطلح كما قلت لك فضاض وكلمة نسبية، إذا حصل التوافق والتمازج داخل المكونات السياسية داخل الأطراف السياسية المتصارعة في اليمن سيتسهل كل شيء ويتفهم كل شيء، بعيدا عن التخندق وراء يعني أطراف معينة وراء مواقف معينة. أيضا أنا أقول لك ما المانع أن تفتح الدولة نفسها حوار مع القاعدة أو مع ما يسمى أنصار الشريعة قبل أن يفرضوا علينا من الخارج بحوار معهم، طالما وفق الثوابت الوطنية والدينية، طالما هذا سيصب في مصلحة اليمن. ما الضير في هذا؟ لا ينبغي أن تخضع الحكومة اليمنية أو المكونة السياسية في اليمن لأي فيتو خارجي، يعني هذا نحن أولى بها من شأن الرئاسة والحكومة، هذا الموضوع ربما ليس من شأن الجماعة. نعم نعم، لكن أطراف السياسية جزء من الحكومة. طيب أستاذ سعيد، يعني هل هناك كما أشار الدكتور هل هناك نية لأن تخطو خطوة تالية في التصالح مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟ أنا أعتقد أنه في هذه الظروف ما فيش ما يمنع من حيث المبدأ، من حيث المبدأ، لكن أقول هذه قضية تخضع أيضا للنقاش في إطار هيئات الإصلاح، وما تتخذوا هذه الهيئات إن شاء الله سيتم. ممكن يأخذ الإصلاح موقف منفرد أم لابد أن أيضا يكون مع شركاء في النظام؟ على كل حال أول من سيناقشه هيئات الإصلاح ومن ستتخذ القرار فيه إما منفردين أو بشراكة، وكل الأمرين وارد. يعني طيب حواركم أيضا مع جماعة الحوثي أو يعني الوفد أيضا اللي شكلته أيضا كان هناك نقطة تتعلق باستمرار التواصل، ما الخطوات التالية لهذا؟ على كل حال يعني احنا اتفقنا على انه يتم تواصل، وكان مزمع ان يكون هناك لقاء اليوم، ولكن المعنيين به سافروا الى صعدة واحتمال يعودون غدا، بحيث انه نلتقي اللقاء الثاني لجوانب عملية، لترتيب جوانب عملية، وهي الخطوة الثانية. ما هي هذه النقاط؟ لانه كثير من الناس الى الان للأسف الشديد يعتبر انه هذا تحالف مع الحوثي. ما هو تحالف، نحن عبارة عن لقاء وسيكون له أجندة محددة، نقاشات وحوارات. الحوار نحن نعتبره قيمة حضارية، وسيلة آمنة يعني قصدي لمعالجة كل الإشكالات القائمة بين أي بين الأطراف كلها، بين مختلف الأطراف حول أي قضايا يتم الخلاف فيها أو التباين أو الاتفاق أو الاتفاق. فأنا أقول إنه من حيث المبدأ لم يتم التوقيع إلى الآن، كانت هي عبارة عن نقاشات عامة وستتبعها لقاءات، وهذا ما حددناه على في فتح يعني قصدي أولا طي صفحة الماضي وفتح يعني آفاق للمستقبل من خلال نقاط يتم التوافق عليها ووضع الآليات الزمنية لتنفيذها. تم تناول أو تداول مؤخرا مجموعة من النقاط، هذه تم تناولها أحيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع والصحف نشرت هذه النقاط، ربما مكونة من 11 نقطة أو 9 نقاط، بينها يعني تشكيل لجان مشتركة ولجان شعبية مشتركة، ويعني نقاط عديدة. يعني ما صحة هذه النقاط؟ وبالمقابل ما صحة وجود الأستاذ عبد الوهاب الآنسي والصورة التي تم تداولها؟ هل هذه الصورة هي صورة الوفد الذي زار صعدة؟ على كل حال هذه من السلبيات التي تقع فيها وسائل الإعلام عن قصد أو عن غير قصد.
عن بحسن نية أو بسوء نية، وخلينا أقول هكذا بكل صراحة. يعني أن تنشر بأن أبلاب الآنسي هو اللي رئاس الوفد كذا كذا، وهو لم يحضر في هذا اللقاء. أنتم متكتمين عن طاقم الفريق الذي زار؟ لا، اللي حضر اللقاء الناطق الرسمي سعيد شمسان وزيد الشامي رئيس الكتل البرلماني، هذا هو وفد الإصلاح الذي التقى الأخ عبد الملك الحوثي. أنا أقول هذا من حيث المبدأ يعني. فإحنا حقا سنكون شفافين كما أشرت سابقا في هذه القضية، وسنطرح كل شيء عبر وسائل الإعلام ما يتم الاتفاق عليه في هذه اللقاءات القادمة. أقول نحن يعني هذه النقاشات تتطلب منا. وأيضا المشكلة الثانية اللي أشرت إليها أنه نشرت وسائل الإعلام بنود واتفاق و11 و15 و18 و20، وهذا الكلام كله غير صحيح. يعني لن يتم البحث في مثل هذه النقاط، لكن نحن الآن بصدد بلورة فعلا نقاط يتم التوافق عليها في المرحلة القادمة. هذا ما سيتم في اللقاءات القادمة، لكن قد تبرع أخواننا الإعلاميون ووسائل الإعلام والمواقع ونشروا هذه قد نستفيد منها في بعض القضايا، لكنها من حيث المبدأ غير صحيحة، وأؤكد أنها غير صحيحة. دكتور كمال، يعني كمراقب وكمحلل سياسي أيضا ومتابع للموضوع، تعتقد أن هناك بعض المحاذير التي على التجمع اليمني للإصلاح أن ينتبه لها أيضا؟ المحاذير الذي ينبغي على التجمع اليمني أن ينتبه لها هو أن لا يقطع الحبل السياسي مع أي طرف على الإطلاق، طالما هذا الطرف موجود داخل نطاق الجمهورية اليمنية ينبغي له أن لا يضع البيض حقه دائما في سلة واحدة. هذا يعني من الأخطاء الذي يقع فيها الإصلاح من وجهة نظري. يعني لابد أن تكون يعني صلاته مع الجميع، لا يتخندق حوق معين، ثم لا يفضل أسير لموقف اللقاء المشترك. بمعنى أصح أعطيك موضوع أكثر، يعني معلوم أن التجمع اليمني للإصلاح له حساباته وله أعدائه في الداخل والخارج، معروف ذلك، عكس بقية الأحزاب الذي هي يعني في اللقاء المشترك أو بعضها إذا جاز التعبير. قد يكون هذا الحزب الصغير في اللقاء المشترك له موقف معين من قضايا معينة قد يتخندق خلفها، فلا ينبغي للإصلاح أن ينساق وراء هذه النقطة طالما ومصلحة اليمن تقتضي أنه يمشي في هذه الخطوة. أي كانت أي خطوة وفقا ما يراها التجمع اليمني الإصلاح عبر هيئاته وعبر قياداته إنها تصب في مصلحة اليمن، أي شيء يصب في مصلحة اليمن ينبغي عليهم أن يمشوا فيه بعيدا عن التخندق، وبعيدا عن أيضا التشكيك في نوايا الآخرين حتى تثبت يعني يثبت العكس. طبعا أشكرك دكتور كمال البعداني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا أيضا في هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا. واستكمل في الدقائق المتبقية مع الأستاذ سعيد لنتساءل حول موضوع الحبل السياسي اللي أشار إليه الدكتور، وموضوع عدم قطعه مع أي طرف. هناك أيضا من يخشى أن يقوم التجمع اليمني للإصلاح من إعادة ترتيب تحالفاته، أو حتى يفرض عليه إعادة تحالف بشكل معين، بحيث ربما يصير هو الحوثي في طرف بينما بقية الأحزاب السياسية في الطرف الآخر. هذا التخوف حقيقي؟ غير حقيقي. يعني احنا يدنا ممدودة لكل الأطراف، سنتحاور مع كل الأطراف، ما دام أن هذا الحوار سيخدم المصلحة الوطنية العليا، نحن أعتقد أنه يعني غير متحرقين إلى أن نخطو مثل هذه الخطوات. ويعني بمعنى آخر نقول بس يعني في ختام هذا اللقاء أقول نحن الآن تشاركنا مع جميع الأطراف، مع جميع المكونات في الحوار الوطني، اجتمعنا مع المؤتمر الشعبي العام، واجتمعنا مع المشترك، واجتمعنا مع الحراك الجنوبي، واجتمعنا مع الأخوة الحوثيين، واجتمعنا مع منظمات المجتمع المدني. نحن اليوم نعمل في إطار شراكة جمعية وطنية، لا أعتقد أن هناك إشكال، فقط نحن كيف نتوافق على وضع الآليات المزمنة لتنفيذ ما تم التوافق عليه. وأنا مع الدكتور أخي كمال في هذه القضايا، نحن بحاجة إلى فعلا أن يلمس المواطن والشعب اليمني جدية في تنفيذ وتبني تلك البنود التي تم التوافق عليها والتوقيع عليها من قبل هذه الأطراف مجتمعة. أقول لا ضير في اللقاءات والحوارات والنقاشات حول أي قضية، حول أي قضية، وذلك نحن يعني نؤيد أن تطرح كل القضايا على بساطة البحث وعلى طاولة الحوار ويبحثها اليمنيون، لأننا نقول يعني قصدي ابتداء وانتهاء، الوطن وطن الجميع،
نعيش جميعا على سفينة واحدة، وأي خلل أو ضرر بهذه السفينة لن ينجو منها أحد، سيكون متضرر جميع أبناء الشعب اليمني، وهذا ما نحذر منه، هذا ما نحذر منه. وندعو أيضا الذين ما زالت في نفوسهم بعض الاحتقانات أن نقول الوطن وطن الجميع، ومسؤولية الحفاظ عليه وبنائه مسؤولية الجميع. ولذلك نقول لابد أن نمد أيدي بعضنا إلى بعض ونتعاون في إخراج هذا البلد وهذا الوطن إلى بر الأمان بكل مسؤولية وبكل جدية وطنية ودينية. ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ وأمام الأجيال أننا نعمل كفريق واحد لإنقاذ بلدنا من متاهات الفوضى والاحتراب والاقتتال. هذا من الكفانة اقتتال، كفانة حروب، كفانة فتن، كفانة فوضى، كفانة يعني الشعب اليمني خلاص يعني سئم من هذه الحالة. علينا أن ننتقل إلى نقلة نوعية جديدة وهي الاستقرار والأمن والطمأنينة والسكينة والسلم الاجتماعي في إطار هذا الشعب الواحد الذي يعني يدين يعني بدين واحد وعقيدة واحدة، ربه واحد، دينه واحد، كتابه واحد، قبلته واحدة، شريعته واحدة. أقول هذا ما توافقنا عليها أيضا في مؤتمر الحوار الوطني. طيب في السؤال الأخير، هناك من يخشى بأن يتم توظيف هذا اللقاء وبدأ التوظيف لمزيد من النيل من التجمع على من الإصلاح ومن مشروعه الوطني. كان هناك حديث بأن التجمع على من الإصلاح تحارب مع الحزب الاشتراكي وكان يعتبرهم يعني كما يشار كفار، وبعد ذلك تحالف معهم وتقاتل معهم ثم تحالف معهم وأصدروا موضوع هل أسلم الاشتراكي أم كفر الإصلاح. اليوم البعض يتساءل هل ستبندقون السياسة أم ستسيسون البندقية؟ على كل حال أنا أرجو أن تسحب كلمتك أن تقول أننا كفرنا الاشتراكي. لست أنا يعني هو لم نكفر الاشتراكي. صحيح نحن يعني وقفنا ودعمنا الوحدة والقصد الوطنية وقاتلنا مع الدولة في حماية هذه الوحدة، ونحن غير قصدي لم نصنع شيء منكر في هذا الاتجاه. نحن وقفنا مع الشعب اليمني في خياره، الشعب اليمني كان خياره الوحدة، نحن وقفنا مع الشعب اليمني في خياره الحفاظ على هذه الوحدة لا أقل ولا أكثر. ومع ذلك التقينا مع الحزب الشراكي وكوننا المشترك وانتقلنا وتجاوزنا تلك المرحلة وخطونا خطوة واحدة، وهذا الذي نتمنى أن يكون أخوانا العوثي. نحن اختلفنا معهم كثيرا في بعض القضايا وقلنا لهم نحن لسنا مع الحرب ولسنا مع القتال، نحن مع السلام، نحن مع السلمية، نحن حزب سياسي يا أخي الكريم، وهذا ما ينبغي أن نفهمه الجميع. نحن حزب سياسي وسائلنا سلمية، نرفض العنف ونرفض وسائله في تحقيق أي أفكار سياسية، ونطالب الأطراف الأخرى أيضا بنفس هذا المطلب أن يبتعدوا عن أسلوب العنف وفرض أفكارهم بالقوة وقوة السلاح، وأن يعني يستخدموا الوسائل العلمية، وهذا شيء مشروع في الدستور والقانون وفي جميع الاتفاقات اللي تم الاتفاق عليها. السؤال الأخير طبعا مع في, في, في أقل من دقيقة، هل سينعكس هذا التقارب ربما أو التحاور أو بداية اللقاءات هذه على الأوضاع في داخل مأرب وفي داخل البيضاء؟ لا شك، لا شك، على جميع القضايا، على جميع يعني عكس على جميع القضايا. وكما هو معلوم الآن هناك الحكومة شكلت لجان ومجلس النواب شكل لجنة في هذه القضايا، في قضية مأرب، في قضية الجو، في قضية عمران، في قضية الجنوب، في قضية في القضايا يعني القضايا كلها. نحن جزء وشركاء في كل هذه اللجان. نحن ممثلون وغيرنا أيضا ممثل. لا يعني كل المكون الذي يدور في داخل المأرب وداخل البيضاء الطرفين. لا على الإطلاق، ولذلك أنبه وأحذر حتى اسمح لي أن أقول في عقالة الأخت وهبية عندما ذكرت أنه تطالب الإصلاح الحوثيين عدم جر البلاد إلى حروب طائفية ومذهبية، نحن نرفض ذلك. وذكرت قضية وهي غير واردة بالنسبة لنا في اليمن اللي هي قضية شيعة وسنة، هذا الكلام مرفوض، كلام مرفوض ابتداء وانتهاء. نحن خلافنا مع الإخوة الحوثيين خلاف سياسي، ولذلك نقول ينبغي أن تكون معالجته معالجة سياسية عبر الحوار والنقاش، أما عبر المذهبية والطائفية فهذا كلام مرفوض وخطير، وننبه ونحذر منه، وينبغي على إخواننا ووسائل الإعلام أيضا أن نحذرها أن تقع في هذا المنزلق الخطير وأنه يذهب بنا إلى ما هو لا لا. أوضاعنا غير أوضاع العراق وسوريا، أوضاعنا مختلفة كليا عن هذه القضايا. نحن اليوم شركاء في الحوار وأيضا شركاء في التنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار، هذا ما ينبغي أن نعمل عليه نحن وجميع شركائنا على الساحة السياسية إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. شكرا جزيلا.
جزيلا لك الأستاذ سعيد شمسان المعمري رئيس الدائرة السياسية بالتجمع العلمي للإصلاح والناطق الرسمي باسم الحزب. شكرا جزيلا لكم. لا أنسى أن أشكر الأستاذ وهبية صبرا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي التي كانت معنا في المحور الأول، كما أشكر أيضا دكتور كمال البعداني الكاتب والمحلل السياسي. وبدوري أيضا أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بإذن الله تعالى غدا حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. أستودعكم المولى جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.